نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي لقاء تعريفيا لمشروع تفعيل لجان التنمية الاجتماعية بالولايات تحت شعار ولايتي مستعدة. جاء هذا الملتقى استكمالا للبناء التنظيمي والإجرائي لقطاع الإغاثة والإيواء بمحافظة البريمي لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعريف الجهات الشريكة بقطاع الإغاثة والإيواء بالمحافظة، وأيضا تفعيل دور لجان التنمية الاجتماعية ضمن مبادرة ولايتي مستعدة، وتشكيل وإعداد فريق الإغاثة والإيواء بولايات المحافظة في ولاية البريمي وسنينة ومحضة حقيقة لضمان الجاهزية والاستعداد في الحالات الطارئة. حضر اللقاء أعضاء قطاع الإغاثة والإيواء وأعضاء اللجنة الاجتماعية وفريق البريمي الخيري، كما حضره عدد من مسؤولي وممثلي مؤسسات القطاع العام والخاص. نحن حقيقة في لجنة التنمية الاجتماعية التي تمثل عدد أعضاء نشارك معهم من أجل الإشراف على هذا العمل، وكذلك من أجل التنسيق مع الجهات الداعمة كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية وفريق البريمي الخيري وكذلك لجان الزكاة في محافظة البريمي، من أجل المساندة في أي عمل يتطلب مساعدة المحتاجين في أثناء حدوث لا سمح الله أي أضرار من الأنواع المناخية تتطلب تدخل من قبل هذه اللجان. شرح في اللقاء قطاع الإغاثة والإيواء وبناؤه التنظيمي ومبادئه العامة والإجراءات والعمليات بمراحلها المتعاقبة، كما حددت آلية اختيار مراكز الإيواء في الولايات التابعة للمحافظة. الشعار الذي أيضا تعرفنا عليه ولايتي أو محافظة مستعدة، ونحن حقيقة يعني جاهزين لكل أمر طارئ في رفع الكفاءة بإذن الله تعالى، والاستعداد والجاهزية على مستوى الظروف التي تطرأ في المستقبل. في إدارة الأزمات والحالات الطارئة عنصر الاتزان في اتخاذ القرارات والتخطيط والسرعة في العمليات التنسيقية والتنفيذية وتكاتف الجهود المساندة يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر وتخفيف الآثار الناجمة. عادل بن حمود السعيدي، محافظة البريمي.